خلص هلا بنعمل وكالة وان شاء الله كل شيء لخير، بس بدي اياكي تضلي قوية مثل ما بعرفك. قوية أساس عندي خيارات تانية. الله يصلحهم. لك شو ورطوا هالورطة؟ لا وليكي مع مين؟ أبو الريم مريني، في شغلة تانية بدي إياها منك. يعني بالنسبة لجهاد لو سمحت ما في داعي يعرف إنه أخوه بخطر. يعني بصراحة أنا اليوم ما قلت له يجي معي مشان ما تقل علي، يلي فيه مكفيه. خلص ما تاكليهم، القصة عندي. أهلا. مرحبا. يا هلا. طيب يلا أنا بالإذن. أوكي. رح خبرك شغلي. أنا رح أحرك الدعوة وأي شيء بيصير معي رح خبرك أول بأول، بس بدي إياكي مثل ما قلت لك تضلي قوية. ماشي. شكرا كثير. ديري بالك حالك. شو حبيبي؟ تأجلت جلسة جاي بكير؟ شو؟ كلام الليلة يمحوه النهار؟ قصدك منام؟ ضراب السخن، شو بعرفني شو اسمه؟ حبيبي لا عم تعيطي، بسمع أنا شبكي. إيه بتسمع منيح بس مخك واقف. شو قصدك؟ اسمعني منيح. إذا بدك تكمل شغل بهذا المكتب بدك تشتغل على كيفي أنا. ما حكينا شيء. هذا المكتب مكتبك. بس كمان هذا شغل، يعني المراجعين لما بدهم يجوا لهون ما بقدر اقلعهم، اذا بدك يعني اقلعهم انا ما عندي مشكله. لك شغل شو؟ جايب لي قضيه اتجار مخدرات بتقلي شغل؟ والله هيك تعلمنا بالكليه. مخدرات، قتل، سرقه، شو ما كان، الموكلين بيجوا لعنا ونحن بنحاول نجيب لهم حقوقهم، والكلمه الفصل بتكون عند القاضي. برافو حبيبي، برافو، تفضل علمني شغلي كمان. يا ميرو يا حبيبتي. البنت بدها محامي توثق فيه، وبتعرفني. قام لجأت لي، ليش بدك تخجليني قدامها؟ يبدو انه الكلام معك مثل قلته. اسمعني منيح، اي قضيه، اي مراجع بيجوا لعندي انا شخصيا، وانا بكلفك بالقضيه اللي بشوفها مناسبه. هذا المكتب له سمعته والناس كلها بتحلف بحياتي، مو تجي انت عند اخر عمري تعلمني المحاماه. طيب اوكي، هذا المكتب كله لك مثل ما قلتي، وأنا تارك لك كل شيء وماشي. رامي، رامي، شو يا درسانة؟ قال صاير رأسك حلو؟ ما عم بفهم عليك. أنا رح فهمك. شوفي شو بعت لي ختيار الكبة.